بسم الله الرحمن الرحيم. نائب الرئيس حسام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، السادة الوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين والعلماء والأكاديميين والمفكرين والدبلوماسيين والإعلاميين، تحية لكم دكتور أحمد في هذا اليوم الذي يستعيد فيه الصالون الثقافي نشاطه. الصالون الثقافي هو فكرة عراقية تنسب إلى الراحل الدكتور قيس العزاوي رحمه الله، وقد كان شخصية رحبة وعريضة بكل المعاني، وافتقدناه العام الماضي وعام الفقدان. فقدنا ثلاثة من فرسان هذا الصالون. الصالون بدأ من حوالي 10 سنوات تقريبا، مجموعة صغيرة جدا، كان على رأسها الراحل الدكتور يحيى الجمل، كان رئيس الصالون، وكان موجود فيه طبعا الدكتور الدكتور قيس العزاوي المؤسس وصاحب الفكره، والدكتور جابر عصفور، والدكتور صلاح فضل، والاستاذ محمد الخولي، والفنان نصير شمه، وعدد من السفراء العرب، اذكر من خالد زياده مثلا من لبنان وغيره. كان معانا كمان سفير موريتانيا، كان رئيس وزراء موريتانيا بعد كده او قبل كده ايضا. ونشط الصالون نشاطا واسعا ممتد عمل لسنوات طويله، واقام مهرجانات كبيره، وزرنا عدد من الدول. اتذكر ان رحنا تونس واستقبلنا رئيس جمهوريه تونس منصف المرزوقي. وفي اطار كل هذه العلاقات كنا نشعر ان الامه العربيه امه واحده، لان احنا بنختلف على كل شيء الا على الثقافه، لان الثقافه اتس ماتر اوف تيست، حاجه يعني ما تقدرش تصنعها أو تقرر. يعني تزوج العرب للفيلم المصري أو للأغنية العراقية أو للمهرجان المغربي أو أي كان، دي حاجة فطرية لا يمكن أحد ينزعها، لأنها متصلة بالتكوين الإنساني نفسه. فكان هذا نجاح بنشعر به دائما، وكنا بنتيج بهذه الأسماء. كان عندنا محمد الخولي مثلا عليه رحمه الله في وسط الندوة زي دي، هو عامل فقرة غناء ويغني لعبد الوهاب، يعني كانت مزيج من الفن والادب والثقافه. وسفراء المغرب كانوا بيدعمونا جدا، وسفير المغرب هو مش موجود النهارده معانا. سفير المغرب وعيلة موريس كانت مطلعة روحنا. فاحنا كنا سعداء جدا بهذه التركيبة وهذه المجموعة في كل المناسبات المختلفة اللي تعدلت في ذلك الوقت. إلى أن رحل الدكتور يحيى الجمل منذ عدة سنوات، 4 سنوات أو 5 سنوات، وآلت رئاسة الصالون إلي تشرفت بها. ولكن طبعا احنا بنعتبر نفسنا صحيح على أرض عربية، ولكن بفكرة عراقية ومباركة مصرية ودعم من كل الدول العربية بلا استثناء، لأنه سلوك الصالونات الثقافية والصالونات التاريخية في العالم العربي معروفة، من مي زيادة وصالون العقاد وصالون كل الكتاب والمفكرين كانوا لهم صالونات. يعني أنا نفسي حاولت إن أنا أعمل صالون لأنور عبد الملك عليه رحمة الله، وعملنا جلسات، وكان في صالونات كثيرة في مناسبات مختلفة تسهم في الحياة الموجودة. وإحنا معانا ناس أهو، رئيسة منظمة المرأة العربية موجودة أمين عام، ومرشح الصحفيين اللي جاي برضه موجود، كلنا أهو يعني موجودين كل الرموز. البحرين كلهم سفيرا ورئيسا للتلفزيون، السي في كله عندنا اهل البحرين. ودولة الرئيس عصام شرف يباركنا جميعا ويرعانا، ونعتبره باسم رمز يعني نتيج به في اي مكان. انا عايز اقول لكم ان احنا رزقنا فعلا بفقدان دكتور بالترتيب كده. جاب العصفور اول واحد راح، حرب جت ولا لا؟ جد؟ اهلا وسهلا اهلا وسهلا. هي استاذه جامعيه كمان لا تخل يعني مكانه عظيمه عن يعني كل اللي كانوا موجودين قبل كده. جابر عصفور كان ظاهره مهمه جدا في تاريخ الادب العربي وفي تاريخ مصر، كان شيء مهجن من الثقافتين العربيه والثقافه الانجليزيه مثلا. كان استاذا ظاهرا في امريكا، وكان معارف في البلاد العربيه، وكان امينا عاما للمجلس الاعلى للثقافه لسنوات طويله، ثم وزيرا للثقافه مرتين بعد ثوره 25 يناير. كان يعني رجل راح بله في النقد الادبي،
ولا في الكتابة وفي الفكر، ولكنه كان مؤمنا بالحرية ومؤمنا بالفكر الليبرالي المفتوح، وكان معاديا للتزمت الديني والتشدد الذي يدعو إلى رفض كل ما هو جديد. وهذه أمور تحسب له، وخاض من أجل ذلك معارك كثيرة لعل بعضنا يذكرها، ودخل في معركة حتى مع الأزهر، مع بعض العناصر يعني المتكلسة في الأزهر، مش كل الأزهر طبعا، وحاربوه كثيرا، ولكنه ظل على مبادئه وأصدر كتبه، وآخر كتبه أيضا كان عصادا لهذا المعنى. فجامعة سكول كان رحيله بالنسبة لنا يعني أحيانا أنا كان مفاجأة مؤلمة جدا، لأن كنت عارف إنه تعبان صحيح صحيا، بس ليس إلى هذا الحد أن يرحل عنا في سن تعتبر مبكرة نسبيا. فعلي رحمة الله والدكتورة هالة موجودة معانا، حرم تنير التاريخ، وسوف نعطيها كلمة بعد دقائق أيضا تتحدث. إذا جينا لأخونا صلاح فضل، صلاح فضل بقى مدرسة تانية، مدرسة دار العلوم، وكان ناقدا أدبيا كبيرا ومرتبطا بالأدب الأسباني بالدرجة الأولى، وخدم في أسبانيا وفي مدريد في المعهد الذي أقامه طه حسين في العاصمة الأسبانية، ثم عمل بعد ذلك في المكسيك في أمريكا اللاتينية. الدكتور صلاح فضل كان نموذجا للعمل الدؤوب في مجالات الأدب والفكر والثقافة عموما والنقد الأدبي تحديدا، وكان له في هذا باع وزراع وله علاقات قوية بالعالم العربي. وعلى فكرة الثلاثة أنا بتكلم عنهم لهم قيمة أخرى إضافية، أنهم ليسوا مصريون أو عراقيون، ولكنهم عرب، يعني اسم جابر عصفور يعرفه كل مشتغل بالادب او حتى مهتم به في انحاء الامه العربيه وخارجها. ينسحب الامر بشكل او باخر على الدكتور صلاح فضل، ثم على الراحل الدكتور قيس العزاوي. فرحل صلاح فضل ايضا بعد ان فقد زوجته وفقد ابنته وفقد ابنه، وكان صلبا حتى امام المرض، وفي سنواته الاخيره دخل معركه قويه مع المجمع اللغوي وترأسه بقرار، وكان يجمع أن يدخل الانتخابات، ولكنه كان دائما يعني طرف في الصراعات السياسية والأدبية. نأتي لثالث الثلاثة بالترتيب الزمني الراحل، لا أظن كمان هو سبق صلاح فضل وبعد الدكتور جابر عبدالله، يعني الدكتور العزاوي قيس محصور بين مصريين، ولكن الثلاثة عرب على كل حال. قيس العزاوي كان شخصية رحبة للغاية، وشخصية لا تنسى، ومحب للجميع، وكريم وفاضل ووفي، وإنسان دافئ بكل المعاني. وأنا شخصيا استطعت بجهودي الشخصي إن أنا أصمم على ترشيحه لجائزة النيل العليا للمبدعين العرب في أول سنة، لما يتمكن منها في ثاني سنة تكتلنا خصوصا بعد رحيله وحصل عليها. فهو حاصل على جائزة النيل، وعلى فكرة الثلاثة حاصلين على جائزة النيل. دكتور جابر عصفور واخد التقديرية والنيل، صلاح فضل واخد التقديرية والنيل، العزاوي واخد التقديرية والنيل. فيعني أنا أضع نفسي بزهورتهم، لكن بحكم الجوائز فقط، لكن مكانتهم تعلو كل مكان أخر. قيس العزاوي فقدناه تماما، وكان محبا للحياة وعاشقا لها ومتمسكا بها. أنا متذكر مكالماتي الأخيرة له، كان يقول لي ادعي لي يعني اعدي ولا لا، يا يعني، وحزن جدا لوفاه جابر عصفور، انا متذكر، واعتبرها فارقه يعني شوق اذا حصل، اذا جاز ان اقول فارقه، انما هي علامه من العلامات التي ادت الى انتكاسته اكثر واكثر حتى رحل عن العالم. تحيه لهم جميعا في دار الخلد، وهم الان في مقعد صدق عند مليك المقتدر. وتلك هي نهاية البشر في كل زمان ومكان، ولكن حسن الحظ أن كتبهم الموجودة ومقالاتهم المقصودة وتلاميذهم في العالم العربي كله وأسمائهم اللامعة في مصر والعرب العربي وخارج العالم العربي تعطيهم جميعا القيمة والمكان. يجب أن تعلموا أن القيس العزاوي ناضل كثيرا من أجل بلاده، وعاش في فرنسا سنوات طويلة، واختنى مكتبة كانت مركزا لأصدقاء العرب من كل أنحاء الأمة العربية، وبالذات كل منهم كان له إسهام والذي لا ينسى. أنا بس بعد إذن حضراتكم أرحب ترحيبا خاصا بالأخ العزيز
الدكتور حسين هنداوي الأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية، والذي حل بديل الحوارات على مراحل الدكتور العزاوي. ولحسن الحظ أن الدكتور هنداوي فيلسوف عربي بمعنى الكلمة، ومثقف كبير للغاية، وكاتب له مكانته، وإنسان متواضع بسيط، وسعى إلى تنشيط هذا الصالون معنا بمعونة بنتنا العزيزة ماجي حامد. وماجي يعني كانت همزة وصل في البداية بيننا وبينه إلى أن تشرفنا بمعرفته، وشاركنا حتى في ندوة في معرض الكتاب، وأصبحنا نشعر إنه إن شاء الله سوف يسد الفراغ كاملا من تعقيس العزاوي، مثل ما نتوقع من كل الموجودين أن يملأوا الفراغ برحيل الذين ذهبوا عن عالمنا. اسمحوا لي أن أعطي الكلمة للأستاذ الدكتور حسين هنداوي المشغول بنظرية البحث، أو فيلسوف عربي يتحدث إلينا، ثم بعد ذلك نبدأ في إعطاء الكلمة لمن يشاء في تأمين الراحلين أو في تحية الصالون وطرح أفكار لنشاطه مستقبلا. رافعين معانا في انتخابات؟ ربنا يعينك إن شاء الله. جود لك. سلام يا دكتور. الكلمة الآن للأستاذ الدكتور حسين هنداوي من العراق، والأمين العام المساعد في جامعة الدول العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعاً أشعر بالإحراج حقيقة أمام الكلمات السخية الكريمة من الأستاذ الدكتور مصطفى الحبيب، وأيضاً أشعر بفخر بالحضور أمام هذه الطعامات الفكرية والثقافية والدبلوماسية. أختم هذه الفرصة طبعاً لأتوجه بالتحية لكم وأمر لكل المثقفين العرب، ويسرني أن أحيي ذكرى الراحلين الثلاثة الدكتور جابر العصفور والدكتور صلاح فضل والدكتور قيس العزام، الذين ذهبوا في فترة قصيرة جدا خلال عام واحد، وفي تصوري كانت خسارة كبيرة لنا كأصدقاء وأيضا كمثقفين وأيضا للثقافة العربية ككل. أشكر طبعا أيضا مؤسس الصالون ورئيس الصالون أيضا مؤسس المشترك الدكتور مصطفى على إصراره في الواقع لمواصلة وتطوير عمل هذا الملتقى لخدمة التكامل الثقافي العربي المتطلع إلى العالمية والحداثة. فكرة بسيطة عني كشاب مثقف عربي، الحقيقة أنا خريج قسم الفلسفة في جامعة بغداد في سنة 70، وكملت الدكتوراه في الفلسفة في جامعة الباتيك في فرنسا، متخصص بهيجل الفلسفة الهيجلية، وعندي كتاب فرنسي عن هيجل والإسلام لم يترجم لحد الآن الحقيقة، لكنه العمل الوحيد حول هيجل والإسلام على كتاب. هناك أيضا طبعا عندي 10 كتب فلسفة أكثرها، أبرزها كتاب فلاسفة التنمية والإسلام، مونتسكيو، روسو، فولتير، وأيضا كتاب حول الفلسفة البابلية، محاولة إثبات وجود الفلسفة البابلية وليس مجرد أساطير ونصوص علمية وروسية. هناك أيضا كتاب عن الاستبداد الشرقي، الاستبداد في الشرق، محاولة دراسة نظريات الاستبداد الشرقي الغربية طبعا ككل، وأيضا دحضها بمعنى أو آخر من خلال حوار فكري ينطلق من وقائع مروحية أيضا، يعني سواء بداية ولادة هذه الفكرة، فكرة الاستبداد الشرقي التي ولدت بالتزامن مع فكرة الرجل المريض الدولة الإخوانية آنذاك، وهناك حركات أخرى، وطبعا كل هذا التزامن مع ظهور الاستعمارية الكبيرة كانت حاولت أدلج هذا التوجه الأرضي اللي هو الاستعمار من خلال أفكار فلسفات ساهموا المفكرين في هذا المجال طبعاً. ونعرف طبعاً دور فولني في كتابي رحلة إلى مصر والشام في التمهيد لحملة نابليون على مصر. هناك أيضاً كتب أخرى في الأدب، عندي كتاب عن محمد مكية وهو معمار عراقي مشهور، مقارنة مع أيضاً قمة في العمارة في الفكر العماري وفي مهنة
فن الاماره اللي هو حسن فتحي، المرحوم حسن فتحي، فكر في الاماره وفكر كبير جدا للاسف. سيزون هذه تعدل الاثنين العراق وهناك عندي كتاب عن مظفر النواب في اعالي الشجر، تجربه الشعر العاطفي عند شاعر مظفر النواب، وهناك كتب اخرى يعني على ضفاف الفلسفه جزئين، وكتاب مهم جدا اعتبره اهم الباقيين الان هو التاريخ والدوله ما بين هيجل وابن خلدون، كتاب صدر عن دار الساقي والان هناك طبعه جديده حول هذا الكتاب، ان شاء الله عز وجل بنسخ مجرد ان نحصل على هذه الكتب. لا شك طبعا ان اهميه هذه الامسيه في العنوان الذي طرح، وهو ضمن الحوار الواقعي والبناء حول الاحوال العالميه والاوضاع الاقليميه وما يمكن للمثقف العربي من استقراء لعبرها وافاقها وعبرها هناك بالمفهوم الخلدوني تماما. فالازمات لم تعد محليه مهما صورت، وستكون لها انعكاسات حتميه على شعوبنا وعلى امتنا. وهنا اذكر طبعا مفرده او صوره لهيجل في مجال فلسفه التاريخ، انه تحت هذا الظاهر البراق من الاحداث العنيفه الى اخره، هناك شيء اخر يصنع في يرسم الى المطلق، لكنه في الواقع هناك اراده اقوى من الافراد هي تصنع التاريخ. دائما كانت صناعه التاريخ تاتي يعني بشكل غير متوقع، من جهات غير متوقعه، وحتى احيانا عكس ما متوقع. صانع الحدث قد يدفع ثمن احيانا هذا الحدث. هناك نماذج كثيرة في التاريخ الواقع، أنا أخذ مسألة الحروب اللي كانت تصير، درست أحد المدارس التاريخية الفلسفية تجربة نبوخذنصر الآشوريين، حكومات تحتل العالم وتنهار فجأة، يعني مجرد أن تنتهي 100 سنة، وهذا تحليل طبعا إلى حد ما يستفيد من نظرية ابن خلدون في قضية أطوار الدول وأعمارها، لكنه انهارت هذه الدول، وهذا الامر لاحظته على عدد كبير من الدول سابقا قبل ما توجد الدول، كانت هناك طبعا الامبراطوريات. انا اعتقد ايضا هناك احداث تجري حاليا في العالم العربي، اذكر على سبيل المثال وربما يعني تذهب بعيدا في التصور يعني حتى في الخيال، ما يجري في اسرائيل حاليا صراع حقيقي بين تيارات مختلفة داخل المجتمع الإسرائيلي قد تؤدي إلى نتائج عكس ما يعتقد أنه يعني أكثر ما أدت به الحروب الخارجية. هناك انشقاق كبير جدا في المجتمع الإسرائيلي على مستويات مختلفة، سواء بين السفرة الأشكناز وأيضا بين التيار الديني والتيار الإيماني، وهناك أيضا طبعا أجيال مختلفة في إسرائيل نفسها بدأت يدفع ثمنها، ونعرف حتى المثليين عندهم الان ثقل كبير، وهذا عكس كل التصورات او التوجهات للتيار الديني. فهناك صراع عنيف جدا تحت الاحداث، تحت الاشياء المرافقه حاليا، وقرات امس حقيقه تصريح لاحد القاده الاسرائيليين رئيس مجلس النواب بان اسرائيل قد تدخل في حرب اهليه قريبا. الصراع عنيف جدا، وهذا امر طبعا مثل ما قلت ربما لي جانب من التمني، لكنه ايضا كل تاريخ البشر كان بهذا الشكل. انا اعتقد هناك مستقبل جديد يتهيأ للولاده وعلينا مواجهته بثقه. الحروب الكبرى غيرت العالم دائما، والحرب الروسيه الاوكرانيه لن تكون استثناء. ما هو دورنا اذا في هذه الفتره بالذات؟ هناك حقيقة تاريخية أنه كل الحروب الأوروبية هي التي غيرت العالم على الأقل الحديث ما بعد القرن التاسع عشر. الحرب العالمية الأولى خلقت دولة وضع جديد، وكانت حروب داخلية في الواقع. الحرب العالمية الثانية كذلك، والآن أيضا الحرب الروسية الأوكرانية هي ليس فقط أوكرانية روسية في الواقع، إنما هناك المعسكرات التي في الواقع تتقاسم العالم. اغتنم هذه الفرصه طبعا ليتوقف بشكل خاص بمكانه حول مكانه وتجربه الراحلين الثلاثه اساتذه الثلاثه اللي ذكرتهم، الدكتور جابر عصفور والدكتور قيصر العزاوي والدكتور صلاح فضل. هذه التجربه تستحق الاستلهام في تصوري كمؤسسين للصالون، لكن ايضا كرواد استثنائيين في تطوير العمل العربي الثقافي المشترك.
أعتقد هناك مجموعة نقاط تجمع هؤلاء الثلاثة المفكرين الثلاثة الراحلين. أولها مثلاً وجود مشاريع لديهم، هناك مشاريع موسوعية، كل واحد ليس مجرد أكاديمي أو مثقف أو ناشط، إنما يمتلك مشروع بغض النظر عن قدرته على النجاح في هذا الأمر. وهذه المشاريع تركز على تقدم الأمة العربية وتقدم الثقافة العربية، وأيضا هذا التقدم يكون على أسس حديثة وعالمية الأدوات والمضامين والتوجهات. هناك أيضا يجمعهم السعي لإعادة المكانة للفكر الإقليمي على خط حسين وعلى الوردي ووصولا إلى نهر الرشد إلى ابن خلدون وابن رشد. تيار أقلال واضح. ولديهم ايضا مشترك هو تاصيل قيم لها ضرورتها القصوى للتقدم الحضاري لمواجهه اخطار التطرف والاحباط المتناميه في بلدان العالم الثالث وفي مقدمتها الدول العربيه. هناك ايضا نقطه اساسيه هو العمل على تطوير اللغه العربيه، حب اللغه العربيه لدى الثلاثه يعني عميق جدا. وهناك طبعا دراسات لديهم جميعا في واقع المجال، سواء الدكتور صلاح فضل في مجال النقد، ويمتلك في هذا الاساس في هذا المجال في الواقع تلاميذ في كل الدول العربيه. هاي مساله مهمه جدا، التوجه العربي لدى هؤلاء الثلاثه كان قوي جدا رغم كل يعني مكانتهم في بلدانهم. ايضا توجه نحو الحوار الحضاري، يعني هذه هؤلاء المفكرين الثلاثة كان عندهم توجه منفتح على العالم وليس مغلق في الواقع، وكان عندهم حرص كبير على أن تنشر هذه الأفكار وتستفاد من كل شيء يعني تقدمه الحضارات العالمية الأخرى في كل مكان. وأيضا يجمعهم التمسك بحماية التراث بدون يعني الانغلاق عليه. هناك رغبة بتطوير التراث، الاستفادة من التراث العلماني، التراث الإقليمي الموجود وهو كبير جدا في الواقع في الحضارة العربية السامية منذ البداية. وممكن تقديم أمثلة كثيرة في هذا المجال، لكنهم راح أزعجكم بهذا الأمر. أنا أعتقد هؤلاء الثلاثة كانوا من أكثر الكتاب العرب متابعة أيضا لإنتاج الأجيال الجديدة. كان عندهم توجه كبير نحو تشجيع الاجيال الجديده والتواصل مع الاجيال الجديده، وليس فقط على يعني مع التراث مع يعني ما موجود من مثقفين عرب في هذا المجال بالذات. وايضا طبعا اخيرا اذكر قضيه الانفتاح على الثقافه العالميه، وهذا انعكس طبعا عند جابر عصفور وعند صلاح فضل ايضا في موضوع الترجمه، خصوصا الدكتور جابر عصفور كان قضيه الترجمه للغات الاخرى من وإلى العربية في الواقع. كان هناك أيضا رغبة قوية جدا من أجل نقل الأدب العربي إلى اللغات الأخرى قدر الإمكان. أكتفي بهذه الملاحظات السريعة وأشكركم جدا على أشكر الأستاذ السفير الدكتور حسين عنوان على هذه المداخلة الضفية، وبرحب برضه بكل الموجودين السادة السفراء الموجودين كلهم، ومعنا الدكتور احمد الدغنيم المشرف ورئيس متحف الحضارات، وحاله الى شعله ثقافيه تنافس وزاره الثقافه في الصحيح. احيي زميلي السفير يوسف زاده، احيي زميلتي السفيره المعروفه فاطمه الزهراء وكيل اول وزاره الخارجيه سابقا، وطبعا احيي الاستاذه دكتورة فادية كيان اللي هي رئيس أمين عام منظمة المرأة العربية، وحيي زميلي وصديقي العزيز الأستاذ عصام شيحة المسؤول عن حقوق الإنسان في مصر والسيدة قرينته، ولا يهمك المنصب، أدوك حاجة تانية بتعرف بلاها، قالوا لي لا أستاذة في جامعة المستقبل، وطبعا الدكتور هانا فؤاد منورانا، والأستاذ أكرم السعداني أسعدنا، وأكرم محمود السعداني جه كمان، السيد كمال حسين من الخليج منور. اسمحوا لي انا دلوقتي اعطي الكلمه لدولة رئيس الوزراء كلمه موجزه، ثم ننتقل الى الدكتوره هاله فؤاد لان هي برضه بذاتها استاذه جامعيه مرموقه معروفه، ثم اذا كان حد هنا من اسره صلاح فضل حد فيه؟
تلقيهم كلهم معلش ظروفهم وكده. يعني هي هتغني عن كل اسر العائلات الثلاث. دكتوره فراء فؤاد بعد ان نستمع الى دوله الرئيس الدكتور عصام شرف. تفضل سيد الدكتور. بداية طبعا أنا سعيد جدا بعودة منشدة الصالون الثقافي العربي، وفي الحقيقة أنا شخصيا عضو في كثير من الصالونات الثقافية وغير الثقافية والمتخصصة سواء يعني تقنية أو حتى ثقافية زي صالونات موسيقى وغيره، لكن بمنتهى الأمانة لا أشعر بدفء إلا من خلال الصالون الثقافي العربي، حتى عندما كنا نجتمع بعدد محدود لكن له يعني حالة خاصة جدا بالنسبة لي. وبالنسبة للراحلين طبعا الدكتور يحيى الجمل، واحنا تزامنا في فترة من أصعب الفترات أثناء تولي الوزارة، والدكتور جابر عصفور والدكتور قيس والدكتور صلاح فضل، طبعا دول حكماء، وزي ما تفضل حسين يعني قال ما يكفي بالنسبة لهم. ولكن اللي أنا عاوز أقوله إنه في الحقيقة الصالون الثقافي العربي يعني، وكان في نقاش محدود كده حصل بيني وبين الدكتور مصطفى والدكتور حسين، انه لازم يكون في الحقيقه يعني نواه لنوع من التناغم العربي، ليس تفارق ولكن تناغم، واساس هذا التناغم هو اساس ثقافي وليس سياسي. هنبقى بنحلم لو كنا سياسي بالضبط. وبالتالي دور الصالون في هذا الاتجاه اعتقد انه هيبقى محوري جدا. وحتى لا اطيل، احنا في عالم متشابك لدرجه غير عاديه، ومفيش حد يستطيع ان يواجه التحديات الكونيه دي، لا بلد ولا اقليم يستطيع ان يواجه لوحده. وبالتالي انه ضروري فكره التعاون وفكره القوه المشتركه داخل الاقاليم. ويمكن انا كنت اتكلمت قبل كده في الموضوع ده ان العولمه موجوده، لكن بعد الاحداث الاخيره هناك عولمه جديده تتشكل، هي في صوره اقلمه او اقليميه، هيبدا في هناك تبديلات اقليميه علشان ما تبقاش العولمه الكبيره ديت والهيمنه الموجوده فيها هي المسيطره. والمبدا الاساسي في الحياه اللي يجمعنا كدول عربيه كاقليم هو فكره المصير المشترك. فالمصير المشترك هو في الحقيقة الواقع، ما فيش دولة تستطيع أن تنمو لوحديها إلا لفترات قليلة، ثم ستتأثر بالمجموع. ومن هنا يجي في الحقيقة مش نشاط الصالون بقدر ما هو الواجب الحتمي للصالون. طبعا نتمنى التعاون بين الجميع وللصالون النجاح والاستمرار في أداء رسالته إن شاء الله. شكرا. لا يفوتني ان انا احيي بعض الساده الكبار اللي شرفنا النهارده، معالي محمد الامين الشيخ امين عام مساعد كامل الدول العربيه ورئيس وزراء موريتانيا السابق، كل التحيه والتكريم. موريتانيا دائما هي بلد الثقافه والشعر وبلد المليون شاعر وبلد المذكرين والمفكرين المحترمين. احيي السفير مهند العجوزي الامين العام المساعد لدى جامعه الدول العربيه، اهلا وسهلا. واحيي السفير عبد المنطلق ثابت سفير دوله ليبيا ومندوبها الدائم لدى جامعه الدول العربيه. واحيي ايضا معالي طبعا السفير خليل الداوودي، ده كلنا يعرفه وليس غريبا عن مصر ولا عن الجامعه العربيه ولا عنا جميعا. أنا لازم نعمل اجتماع مركز جامعة دلوقتي يعني. تكة صغيرة كده وهي بتتكلم على لغتي يجي في الدقيقة. والله يخليك جروب في ثانية. فدعونا الآن نستمع إلى كلمة أسر المكرمين اللي هتقوم بها الأستاذ الدكتور هالة فؤاد.
الأستاذ المعروف في جامعة القاهرة وفضيلة سيادتها. شكرا مصطفى وشكرا لانك سعدت روح مره اخرى للصالون الثقافي. الحقيقه انا مساله شديده التعقيد ان اتكلم عن جامعه صفر لانه جاب ان ياخذ زوجي عندما كان استاذا ومعلما وصديقا. يعني الحقيقه انا اكاد اكون بالمايلون اذا صح التعبير واستطاع ان يصوغني ويشكلني وانا مدينه له بكل شيء. لكن الحقيقه انا برضه مش مهتمه ان اتكلم عن جانب الانساني عن جابر عصفور لانه دي مساله شديده الخصوصيه بالنسبه لي. لكن انا هتكلم عن جابر المؤسسه. جابر لم يكن رجلا عاديا وانما كان رجلا استثنائيا. كان مؤسسه تسير على قدمين. وربما أنا مجمع بين جابر عصفور وإسحاق الزاوي ومحمد الخوري وصلاح فضل ودكتور مصطفى الدقي ودكتور يحيى جمال الله يرحمه هو ذلك الهم بما يمكن أن نطلق عليه الثقافة العربية. تلك الرغبة التي تصل إلى حد الهوس في تأسيس ما يمكن أن نطلق عليه مجرى خاص لهذه الثقافة يجعلها تقف إقامة في مواجهة القامات الأخرى في الحضارات الأخرى والثقافات الأخرى. وجابر لما ابتدأ في مجلس أعلى للثقافة كله حينما تحمل هذه المسؤولية استعاد لمصر مرة أخرى علاقتها بالعالم العربي التي كانت قد قطعت مع كامب ديفيد من خلال استعادة المثقفين العرب إلى حضن الثقافة المصرية. ونجح جدا في هذه المسألة واستطاعت القوى الناعمة أن يستعيد حضور مصر مرة أخرى في المشهد الثقافي العربي وجاء إلى هذا المكان أغلب رجالات الثقافة العربية من شعراء كبار ورواديين كبار وأصبح هذا المكان هو بيت الثقافة العربية. لكن في نفس الوقت جابر كان مؤمن بأن القومية العربية لا ينبغي أن تكون هوية متغلقة على ذاتها أو هوية متعصبة وإنما اهتم جدا بتأسيس ما يمكن أن نطلق عليه الهوية الثقافية المنفتحة على الآخر من خلال قبول الحوار والاختلاف وحرية التعبير والقدرة على احتمال الاختلاف إلى أقصى درجاته. جابر كان له طرفة ظريفة جدا مع دكتور فؤاد زكريا الله يرحمه. الدكتور فؤاد زكريا كان بيشتغل مع بعض في الكويت، كان دايما يقول له يا جابر انت دخلت قسم عربي غلط. انت المفروض تبقى قسم فلسفه. لانه جابر كان يؤمن بان الناقد الادبي ينبغي ان تكون اول ادواته هي الادوات الفلسفيه. السؤال الفلسفي الذي لا يكف عن توحيد الاسئله. لم يكن يقدم لنا في محاضراته اجابات. وإنما كان يطرح دوما علينا أسئلة، ده معناه إنه يؤمن بالهوية المتسائلة، والهوية المتسائلة ثقافيا هي هوية قادرة أن تتحاور مع الآخر، لا أن تنغلق على ذاتها. وده كان هم من همومه في تأسيس ما يسمى بالهوية الثقافية العربية، وأظن إنه لا يختلف في هذا عن الدكتور جابر، قيس العزاوي أو محمد الخوري مذيع صوت عربي مهم جدا. الذي لعب دورا شديد الاهميه في فتره تاسيس القوميه العربيه في عهد عبد الناصر. كذلك لا يختلف عن هم صلاح فضل الدرعمي الذي استطاع ان يتحرر من عباءه الدرعميه ويدخل الى مجال النقد الادبي الغربي من خلال النقد الاسباني بشكل خاص واستطاع ان يترجمه وان يطلع على التيارات المعاصره. ولا يختلف كذلك عن هم دكتور مصطفى الفقي الذي يؤمن باحترام الاخر والتحاور معاه بمعنى او باخر هما كان بيجمعهم هموم مشتركه. لذلك لم يكن الصالون الثقافي العربي مجرد مكان للتذكره او للتواجد او للكلام في موضوعات ثقافيه متعدده، لكن حقيقه كان مكان لتباحث مصير هذه الامه ثقافيا. كان عندهم هذا الطموح. جابر عصفور كان بيحب جدا بيت شعر صلاح جبين. أنا للأمر المحال اختار
شفت القمر، نطيت لفوق في الهواء، طلت ما طلتوش، ايه انا يهمني ما دام قلبي في النشوه ارتوى وعجبك. بمعنى انه الحلم المستحيل والشعور بالقدره على تحقيقه كان احد هواجسه. والحقيقه ان حفر الصخر سواء هنا في المجلس الاعلى، مركز قومي للترجمه، او في الصالون الثقافي العربي، او في معارفه مع المصدر وهو وزير مع السلفيين والتي ادت الى القلب بشكل او باخر، هو دفع اكمال اختياراته. ولم يختلف في هذا عن قرينيه او اقرانه سواء قيس العزاني او محمد الكوفي او مصطفى الفقي او حب او دكتور جمل او دكتور عصام شرف، كلهم دفعوا اكمال اختياراتهم، كلهم كانوا قد اختياراتهم وتصوراتهم ومشروعاتهم، كلهم كان عندهم مشروعات حقيقيه. واقدر اقول لكم انه جابر حتى وهو بيموت في اخر دقيقه كان بيشتغل، كان بيجرب. وانا شخصيا بعمل دلوقتي على اخراج اخر كتاب عن يوسف ادريس. بمعنى او باخر انه هذا الجيل كان لا يستسلم، لا يضع القلم الا وبؤوس الروح. هذا الجيل هو جيل ملهم لدينا، علمنا نتعلم، لان جزء التعلم ده هو كمان الصبر. يعني جابر كان شخصيا فعاليه جدا وسريع في ايقاعاته، لكنه كان دؤوبا وصبورا فيما يتعلق بالعلم، فيما يتعلق بالمهمه الذي شعر انها رساله هي مربوطه به. وهو كان يؤمن انه لا يمكن لهذا الوطن ان يتقدم خطوه للامام بدون ان يغير ثقافه الناس. لا سبيل الا بتغيير الثقافه، فلنبني ما نشاء ولنصنع ما نشاء، ولكن اذا لم نغير عقول الناس لا شيء سيستمر. ده كان هاجسه مهمه، وده اللي كان بيعلمونا، وده كان نفس عمر محمد الكوفي ومصطفى الفقي ويحيى جمل وقيس العزاوي. بالمناسبه قيس العزاوي كان من اهم الباحثين في الشؤون العثمانيه، الدوله العثمانيه، له كتب شديده الاهميه في هذا المكان حقيقه، ولابد لهذه الكتب ان تقرا وتناقش. اخيرا عشان ما اطولش عليكم وعشان ما ادخلش في حديث عاطفي، ولو انه كان دايما خلاف بين المجال، انا بتاع بصر وبتاع نقد ادبي، انا اميل لفانتازيا الخلاف وهو عقلاني حتى المخالفه، لكنه وده بقى لناس كتير ما تعرفوش كان رومانسيا خياليا حتى المخاوع ايضا، لانه كان حالم عظيم. والحلم ماذا لا يعمل جابر عصفور الذي بدا في مكتبه المحله الكبرى بقراءه كتاب الايام بتاع عصفور، وتعلم ان هذا الاعمى الصغير الفقير يمكن اي شاب مصري ان يبدا مسيرته ان يتحقق بهذا النجاح بقدر استطاع العديد. وكان ده مثاله الاعلى وسياسته مهمه جدا، وده يوريكم احترام للمراه الدكتوره سهيل القلموني رحمه الله وهي استاذه في علوم الجيوش. اخر حاجه هقولها انه اتمنى ان الصالون الثقافي العربي يترك هامش للنقاش او مناقشه الموجز الثقافي لهؤلاء الرواد. جابر عصفور له كتب شديده الاهميه لم تقرا الينا، الهويه القاطره النقديه ايضا، تحديات النقد المعاصر. وانا حاليا احاول ان اقيم سيمينار في كليه الادب مع طب وطني باسمه كل شهر، هنطبع كتبه في الهيئه المصريه لعمل الكتاب، نسعى لتحويل كتبه في اكتوبر في المركز الثقافي، واتمنى ان يبقى جزء من التشارك مع الصالون الثقافي، لانه تاني هقول لم يكن هؤلاء الرجال عدوهم، وانما كانوا اصحاب علامات ومؤثرين. وبعد السلام لمحمد الكوفي علمه يشفى، ولنتذكره بالخير، ونتذكر صوته الجميل وهو يغني عبد الوهاب، ونتذكر مقارعاته الكوميديه هو وجابر عصفور حول الشعر القديم ويحيى الجمل وحكاياته الطريفه. كانت اياما جميله في هذا الصالون، واتمنى ان يكون الفاضل اجمل
أو كما يقول ناظم حكمة إن الأجمل لم نعشه بعد. شكرا جزيلا. دكتورة هالة أشكرك شكر عميق جدا واحترام زائد ودخلة قيمة ودخلة فيها أستاذية مش حديث عابر، وأدعوكي إلى أن تكوني معنا في الصالون دائما لأنه لا يملأ فراغ غياب غياب العصفور إلا أنت، فأنتما كنتما اثنان في واحد. تحية لك. إحنا عايزين ندخل من اللي عايز يتكلم يعني يقتصر كلمات سريعة عن التهبيط ثم يدخل بنا في الأفكار التي يراها لمستقبل هذا الصالون في هذه الظروف من حيث تشكيله، دوره، الاقتراحات التي تطرح لتنشيطه، الأشخاص الذين ترون ضمهم إليه، كل دي هتبقى مع كان مسار مناقشة دائمة. دكتور موريس، مش عايز تقول حاجة؟ دكتور موريس أستاذ الفلسفة، الواحد يروح يسمع له ساعة ونص ما يفهمش حاجة بس كويس. لا يا فندم هما دقيقتين بس يعني. طبعا سعيد بعودة الروح للصالون الثقافي العربي لأنه يعني حينما اتصل بي صديق مرحوم قيسي العزاوي وأنا كنت أعرفه أثناء دراستي في باريس وكنت أذهب إليه مرارا في المكان الثاني في باب وحدثني عن الصالون العربي فوجدت يعني أسماء كبار دكتور يحيى الجمل، دكتور جابر عصفور، دكتور صبح حفاظ، ودكتور مصطفى الفيضي. وهم ناس ليسوا اصحاب فكر واحد. ولكن توحي هذه الاسماء ب النزاهه وفي الهم والرغبه المشتعلة والحثيثة في الخروج في خروج الأمة العربية من مأزقها. فهم بالفعل أسماء كبيرة لكنها لا تكف عن أداء الدور ولا تتخيل نفسها أن تعيش دون أن تؤدي دورا، وهذا الدور غايته واضحة ومفهومة هو أن نأخذ بيد بلادنا للتقدم إلى الأمام. فحينما استمعت إليهم أدركت أنهم جميعا مشتركون في وحدة الهم ووحدة الأمل. ومن هنا كان الصالون العربي مهم لأنه أحسسنا بشيئين، يعني حينما نتحدث نحن في مصر عن التخلف أو في تونس عن التخبط في القرارات أو في العراق عن عدم التراكم في الإصلاح، كل هذه أمور نشترك فيها جميعا لا تخص بلد بذاته، وبالتالي كل عربي يقدم نظرة نقدية فهو يقدمها لكل البلاد العربية مجتمع، وده اللي بيخلي الصالون في صراع، وبيخلي حتى الواحد لما بيجي يفكر في مشكلة التعليم وإصلاح التعليم ما بيبقاش عينه على مصر فقط ولكن على الدول العربية بأسرها. ومن هنا كنت أشعر أن الصالون ده بيقوم بدور ما بيقومش فيه صالون تاني، في أنه هو تقريبا هو اللي بيحط أجندة قائمة على كيفية النهوض بالبلاد العربية بشكل عام. والنتيجة اللي خرجنا بيها من هذا الصالون ومناقشاته أنه في سعينا للسير في الدرب الطويل لوحدة الأمة العربية فإن الثقافة تسبق السياسة. السياسة ستظل مريئة للتوتر والمشاحنات، ولكن الثقافة هي الأرض أو البنية التحتية اللازمة لكل وحدة مقبلة في أي مجال. ومن هنا هذا الصالون هو صالون ثقافي وليس صالون سياسي، ولكن الهم السياسي ليس غالب، ولكن فكرة الاتفاق ومناقشة الأمور السياسية يشكل يعني تقريبا الشرط الذي لابد منه لتجاوز التوترات السياسية. وشكرا جزيلا. شكرا. طرح الكلمة الدكتورة فادي إكوان أمين عام وزارة المرأة العربية.
شكرا. مساء الخير دولة الرئيس، أصحاب وصاحب الحبات المعالي والسعادة دكتور مصطفى، شكرا أولا على دعوتي. لست هنا بصفتي المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية بقدر ما أنا بينكم، وهذا شرفي شرف عظيم بصفتي أستاذة في العلوم السياسية، خاصة وأن الموضوع الذي طرحه الدكتور مصطفى في بداية إعادة إحياء السنون هي النظرة إلى الأحوال العالمية المعاصرة وكذلك إلى الأوضاع الإقليمية والعربية بصفة خاصة، فلقيت الدعوة بفرح، وخاصة لأن لدي ما أقوله في الموضوع، لكن اسمحوا لي أولا أن أعبر عن عميق تأثري بما سمعته عن النامات الكبرى التي رحلت، والسلام لأرواح هؤلاء الكبار والعزاء لأهلهم، دكتورة هلا ممثلة لهم، ولكن دكتور جابر عصفور كنت أعرفه شخصيا، طبعا تألمت عندما علمت بوفاة دكتور قيس العزامي أيضا، وكان شخصا معروف جدا متألقا ثقافيا أما الآخرين فتعرفت عليهم من خلال حديثكم عنهم. إنما أقول لهؤلاء أنكم لم ترحلوا طالما ذكراكم حية بين من يحبونكم وكذلك بين من تلهمون طريقهم اليوم وأنا منهم. السيدات والسادة، عندما نبحث عن الثقافة العربية بإحياء صالون الثقافة العربية، إنما إذا سمحتم لي وأنا لبنانية وهذا مسموح لي أن أكون نقدية فأقول نحن نبحث عن ضائع، عن مفقود. الثقافة العربية عندما تحيي يتم إحيائها في هذا الصالون الراقي هي ستبحث عن مفقود، هي علينا أن تبحث عن لملمة ذواتنا، عن العودة إلى ذاتنا في هذه التحولات الكبرى التي عشناها أو عاشها من كان قبلنا بعقود وما زلنا نعيشها، بل العواصف العاتية التي نحن في خضمها الآن على المستوى العالمي. هذا الوضع العالمي الخطير والمتزلزل يجعلنا أكثر حاجة لكي نعود ونتصالح مع ذواتنا وخاصة مع ذاتنا العربية، لكن نحن بحاجة للعودة إلى الذات وللقيام بعمل نقدي أكيد لما آلت إليه الأمور ولماذا وصلنا إلى ما نحن فيه اليوم، وإلا سنكون نقوم باشتراك فقط وبإعادة الحنين عبر الحنين ذكريات الماضي. علينا أن نكون نقديين لنعرف لماذا نحن تخلفنا عن تكريم ثقافتنا العربية. مشروع التضامن العربي الذي عمره حوالي 80 عام لأربعينات القرن الماضي ابتدى، لا بل ربما قبل هذا التاريخ، تقهقر تدريجيا ونحن فقدنا أيضا التضامن العربي. فهل أن التضامن العربي هو الذي سيعيدنا إلى التصالح مع أنفسنا ونقر بثقافتنا العربية الواحدة الموحدة لنا جميعا التي تشكل كنزا لنا عبر اللغة، وليس فقط اللغة ولكن التاريخ والحضارة وكل ما ننجزه أنجزناه بالأمس أنجزه أجدادنا وننجزه نحن اليوم كشركاء فاعلين في الحضارة العالمية. نحن لا نريد عبر العودة إلى ثقافتنا العربية، لا نريد الانطواء على ذواتنا، بل الانطلاق من ذاتنا العربية لكي نشارك بشكل ناشط في بناء الحضارة المعاصرة على المستوى العالمي. اسمحوا لي أن أتحدث بعجالة عن موضوع الأحوال العالمية والكلمة السر لكل ما يجري من مئة التحولات الكبرى على كل المستويات. هناك تحولات سببها أولاً الاكتشافات العلمية والتكنولوجية، هناك تحولات طبعاً بالمناخ، هناك تحولات في الاقتصاد، ولكن ما نلمسه بشكل مباشر هما ميدانين فيهما تحولات خطيرة جداً، الميدان الاقتصادي والميدان السياسي. الميدان الاقتصادي يشهد حالياً انتقال من نموذج إلى نموذج اقتصادي آخر. تحدث دكتور شرف دولة الرئيس عن العولمة وعن العودة إلى الإقليمية، أنا أقول
ولست من اكتشف الامر، هناك مسار ديمونداليزاسيون اي تراجع تفكك للعولمه وعوده للكيانات اما الوطنيه القوميه واقله الاقليميه. وجائحه كورونا اردنا ان اظهرت لنا اكتشفت لنا ان بعض التحديات تجعل الدول تعود الى قوميتها. رايناهم يعودون الى السدود والى الجدران والى تغلاق حدودهم. رايناهم يتشاطرون لوضع يد على الادويه لاخذها لبلدانهم قبل ان تذهب الى افريقيا والى اسيا. راينا ان الدول عندما تاتي لحظات حرجه تعود الى قوميتها. وراينا ايضا ان الاقتصاد المعولم وصل الى مازق، لان الاقتصاد المعولم لم يتمكن كما كان متوقعا له او كما كان يحلم بعد ما كان يروج للعولمه. لم يستطع حل مشاكل الهوه الكبرى بين الفقراء والاغنياء، بل تراكمت الثروات وتراكم الفقر في الجزء الاسفل من الكوكب. اذا تدريجيا للمازق اليوم نحن امام مشهد ازمه ماليه عالميه خطيره جدا، قد تتدهور من جرائها وبنهايتها العملات الكبرى بالعالم ونحن لا نعرف الى اين نحن ذاهبون. انا افكر دائما لست متشائمه، ولكن يوحي لي المشهد العالمي على مستوى المازق الاقتصادي المالي العالمي يوحي لي بازمه 29 للقرن الماضي التي ادت الى الحرب العالميه الثانيه. ان شاء الله لا، ولكن على المستوى السياسي نحن ايضا في مرحله انتقاليه، من كنا في ثنائيه لفتره طويله من ثم احاديه على مستوى السيطره على العالم، وازمه الاقتصاديه البيليتراليزم ادت الى التجذبات التي نشهدها حاليا. هل العالم سينتقل الى حاله جديده بعد حرب سيمكن ان تكون ليس عالميه؟ المسلك الذي اخذته الحروب في مرحله ما بعد الحرب البارده هي يسمون سمول تشيمينيز، يعني المدخنات الصغيره، يعني الكبار يشعلون حروب صغيره وعبر الحروب الصغيره يتبارون يتنافسون، ولكن عبر اجساد الضعفاء في مناطق التي تكون الخاسره الرخوه في كل منطقه جغرافيه. لكن هل نحن سنذهب الى هكذا مشهد قبل ان ننتقل الى مشهد عالمي جديد؟ الامم المتحده تم المطالبه باصلاحها، باعاده النظر واعاده التوازن الى رحابها، لانها غير متوازنه بسبب حق الفيرو للبعض. هناك تكتلات اقليميه جديده على المستوى الاقتصادي والسياسي. هناك اذا تحولات نحن على مشارفنا على المستوى السياسي ايضا. اين نحن العرب من كل ذلك؟ نحن بحاجه لكي نعيد بوصلتنا، لكي نكيف انفسنا مع هذا الواقع العالمي. والعوده الى البوصله قد تكون عبر العمل الثقافي بدايه، بان نطرح القضايا بمحبه وبانفتاح. هذا الانفتاح الذي تميز به الراحلون الثلاثة الذين تحدثتم عنهم، أن نكون نقديين ولكن بمحبة، منفتحين، وأن نسعى لما فيه خير أمتنا. شكرا لكم. الآن أمامي أربعة طلاب خير. معالي السفير خليل الزواج ودولة السفير محمد الأمين وجلتي وسعادة السفير يوسف زادة والكاتب الصحفي الأستاذ أكرم سعدان الحتني. من يريد أن يعني يطلب كلمة يقول لنا إن شاء الله نذكر اسمه. وأنا بس أنا برجو حاجة واحدة بس، إنه يعني نركز في حديثنا على نقطتين، الراحلين والصالون. الراحلين هذه أول مرة نلتقي فيها بعد راحلين، والصالون نحن بصدد تطوير الصالون وتنشيطه ودعمه والاستماع الى كل الافكار الجديده من جانبهم مخصوصا. وايضا نحن نشعر ان هناك دماء جديده وشخصيات محترمه تحضر اليوم معنا وسوف تحضر شخصيات اخرى. زي ما قالت الدكتور هاني فؤاد اللي لو كنتوا تصوروا محمد الخولي ده كان بيوصل الجلسه، انا شخصيا كنت باجي عشان بيستمتع
يا بأحاديثه يا بأغانيه يا بقفشاته يا لما راح ليبيا وشاف القذافي وشاف أبو القذافي، كان عنده نوادر لا تحصى، ولذلك كان عارف انه مريض جدا وما بردش على التليفونات، حاول نلتزم يعني، كان الله معه وشفاه ان شاء الله. الكلمه الان لمعالي السفير خليل الزوادي. طبعا صلى الله وسلم. الحقيقه يعني دكتور مصطفى البقي كاتب ومعلم ولا يفوتني مقاله اسبوعي واحيانا اليومي في قراءته، هو شرفنا في ديوان الشيخ ابراهيم حفظ الشيخ ابراهيم ومحاضره قيمه كانت تلقاها ممتازة عن الاخر، وهذا لشعبيته وقدرته في التحاور والمحاضرات. لا شك ان الراحلون بعد معرفتي بهم من خلال حضوري لدورتهم وقراءه مؤلفاتهم ومقالتهم، والدكتور صلاح فاروق طبعا زار البحرين اكثر من مره وكان له طلبه يدرسون دراسة عليا في الليل، وكان محبا لبلاد البحرين وكان دائما التواصل معنا. طبعا هؤلاء الرحمن ألوكم من نساء الحج لأنهم علامات سماع الثقافة والفنون والآداب، وكانوا دائما مثلا حاضرين، وعندما تقللوا مناصب عربية كان الالتفاف حولهم من كل الجهات. طبعا كان لي الحظ ان ادرس على ايدي الاساتذه المسلمين سواء كان في البحرين في المدارس الابتدائي الى الثانوي، وعندما ذهبت الى الجامعه في الكويت في قسم اللغه العربيه والدراسات الاسلاميه كان احد اساتذتي وبعض الذين اذكرهم الله يرحمهم في مسجد العشماوي الاستاذ الراني في البحر الاكاديمي، وكان محمد حسن عبد الله موجود وهو لا زال في الغرب، ويوسف خليف الصعراء والشعراء في كتابه المشهور الشعراء الصعالي، وايضا في النحو وفي الشريعه، يعني كانت اساتذه كبار. وعلى فكره كان رئيس جامعه الكويت احد العلماء المسلمين عبد الفتاح اسماعيل، وكان له كبير في نهضه طبعا. هناك اساتذه ايضا من العراق، اخص منهم بالذكر الشاعره الكبيره نازل بن مالكه وزوجها عبد الهادي محبوبه الشيخ محمد البصري. فكانت جامعه الكويت يعني مثل المنتدى الفكري والادبي، تضم كل هذه البخر من عالمنا العربي. وكان لي الشرف بعد التخرج ان عملت رئيس اللجنة الثقافية في نادي الخريجين، وهو يشبه الملتقى الفكري والمنتدى الذي نحن بصدده، لأننا كنا استضفنا العديد من المفكرين من كل الدول العربية، وخص بالذكر مثلا هدى عبد الناصر التي جاءت وقاعد نادي الخريجين على كبرها لم تكن لتتسم الحضور الذي جاء، و في ناس ابدا لم ارهم يحضرونها ولا ندوه، ولكنهم وجدتهم موجودين في ندوه هدى عبد الناصر. وكان طبعا جنرال عبد الرحمن الشاعر المصري المعروف العاميه ساعدوني اسمه عبد الرحمن الدولي. وطبعا هناك نجوم كل الدول العربيه حضر، فلذلك انا اعتقد ان الملتقيات مثل هذا الملتقى الطيب الذي تاسس واسسه رجال كبار، اعتقد ان هذه المره الثانيه انا احضر لهذا المكان، وكنت حضرته لما جاء الامام محمد تيس العفاوي، وبعد ذلك انتقل الى موقع اخر اعتقد في الاهرام،
ولكن لم تتسنى الحضور، لكنه يوميا انا التقي بالجامعه العربيه المكان موجود ونتناول بعض القضايا الفكريه. وانا بالشرف الان دكتور حسين موجود معنا وهو قامه كبيره كما تعلمون، واعتقد انه سوف يثري مع الاستاذ مصطفى هذا المنتدى وهذا الصالون العربي، ونحن نسعد بتلبيه دعوتكم وان شاء الله نكون لحسن الظن دائما، وسواء كان التقينا هنا او التقينا في البحرين فالبحرين بلدكم جميعا. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. الكلمه الان لسعاده السفير سوزان. شكرا جزيلا. كان من صحبتي في صالون الثقافه العرب، والحقيقه كلمتي هتكون بسيطه جدا وباختصار شديد. انا ارى ان المثقف هو مرتبع عن المتعلم، وارى كمان ان الثقافه في الحضر في العالم العربي، وليس فقط العالم العربي بل في العالم الاجمع، بسبب ان القراءه وقراءه الكتاب اصبحت في تحدي بعد ظهور الانترنت والاونلاين وكذا. اصبح الاستماع للاذاعه مباشره من الامور التاريخيه تقريبا بالنسبه للشباب. انا ما زلت يعني بقرا الصحف الورقيه، وبعض اصدقائي يقول يعني انها قديمه، فاذا حتى الصحف اصبحت في خطر. التكنولوجيا تهدد الثقافه والمثقفين سواء المتواضعه، وبالتالي وجب على المثقفون ان يقوموا بدور يتخطى هذا الحاجز. كلنا راينا مثلا مخاطر الزلزال واللي حصل الكارثه الموجوده في الدوله بحياه الملايين او مش الملايين الالاف يعني في تركيا وسوريا، وكيف ان هذه الكارثه وحدت العرب في مسعاهم الى التبرع وانقاذ الضحايا وايضا التخاطب مع الرئيس السوري مثلا والرئيس التركي وغيره. فالثقافه في خطر، ويجب على المثقفون ان يقوموا بدور كبير. احيي هذا المنطقه وارى ان هو منبر مهم جدا لتبادل الاراء. شكرا جزيلا. شكرا. اتكلم الان من الاستاذ جمال جمال. شكرا. السلام عليكم جميعا. طبعا انا سعيد بوجودي في هذا اليوم من فعالية الصالون الثقافي العربي، وهذه فترة طيبة، وأتمنى لك التوفيق والنجاح. تشرفتنا بتعيين هذا دكتور جمال. أنا صح، أنا أعطي بعضك. دكتور جمال كيف الله وزير الخوض السابق لجامعة الدول العربية. إذا طب هذه الفترة طيبة نتمنى لها التوفيق والنجاح، ولكن أريد أن أتسم بواقعية أن لا يكون نقاشنا في المستقبل يجري على أسس وليس على أمنيات. الواقع العربي واقع مر، واقع مر ولا داعي للدخول يعني في حيثية هذا الواقع. ومنذ يعني عشرات السنين ممكن جاءت فترات تاريخية كانت فيها كلمة موحدة، ولكن للأسف هناك تجاربات داخل البيت. طبعا العالم بعد الحرب العالمية، الثانية وكذلك الحرب البارده، أصبح فيه هيمنة من الدول الغربية وعلى روسيا. هناك دول ناشئة الآن تريد أن يكون هذا العالم عالم متعدد الأقطاب ويتسعى لذلك. وطبعا أصبح منطق المصالح هو اللي يحكم على قلب وليس القيم. كل ما يتعلق به الغرب القيم لا تمت من اصل او الواقع بصفه، فالمصلحه تتجاوز القيم.
واحنا عندنا مشاعر كثيرة ومنها الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك التعامل مع قضية الزلزال وهناك أمثلة كثيرة. المشكلة الآن الغرب يعرف مصالحه ولكن هل الدول العربية والشعوب العربية على الرغم من الوعي والتكنولوجيا والابتكار الجديد والذكاء الاصطناعي وشبابنا اللي بدا يبدع هل واقعنا له من المقومات الحقيقية لإحداث نقلة نوعية نحو الهدف المشهود؟ أظن لا زلنا بعيدين عن ذلك. هذا الواقع. هل حقيقة هناك إيمان راسخ لدى الدول العربية بوحدة المصير؟ أو كلام سياسي فقط؟ هذا واقع. إذن من هذا الواقع المر نريد أن نبني ونصالح هذا الزمن بالحقائق أمامنا. حقائق نحن الآن نتعامل مع الغرب كشعوب ودول بمنطلق الضعيف أو اللجوء إلى الأفضل، لكن لنا قدرات كاملة في بلدنا ممكن تطويرها وتصبح فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية. ونعطي مثال فقط بسيط، لأني كنت مسؤول منسق المجموعة العربية وتغيرت مناخ. عندما وحدنا مرة الموقف العربي في التغيرات المناخية كان صوتنا مسموع في 2015 في باريس، وأنا كنت أقول للمجموعة العربية اجتمعنا مع وزير خارجية فرنسا وباريس خمس مرات مع المجموعة العربية وأخذ بكل ما اقترحناه، لأن اقتراحات المجموعة العربية كانت على أسس علمية وليس سياسية. وأنا هوشمت من كذب الإعلام الفرنسي آنذاك أنهم يقولوا بأن المجموعة العربية والدول النفطية تعطل مقر الأقرب في باريس وبين لهم الدليل أن المجموعة الحكومية العلمية على درجة أو درجة نص، وهم يريدون تسييس العلم، الغرب يريد تسييس العلم للدخول عليه. النقطة الأخرى التي أريد أن أشير إليها حقوق الإنسان، المدخل السهل في الدول الغربية في دولنا، وكذلك الحركة الجماعية المجتمع المدني. هل نحن كدول لدينا مجتمع مدني وطني ليكون رافض لسياسة الدول في المحكمة الدولية أو محكمة الخليج مثلا؟ وطرح إلى الجانب الآخر هو اللي يحدث في هذا المجتمع المدني ويوجه وفق أجندة للإنقاص. كذلك حقوق الإنسان، نحن نجتهد، أنا من دول عربية ومن واقع عربي، نجتهد، هل وصلنا إلى سد هذه التجوة اللي هم يخترقون عليها؟ أقول ما زال، لأن المأمور نعمل أن تؤسس منطلقات جديدة لفكر سياسي جديد، هذا لا يحل إشكال، وكذلك يوحد النخبة العربية لصفحة غير. نعطي مثال أستاذ القيم، كل الإعلام العربي، هناك مشاهد رائدة فعلا في الدول العربية لا يذكرها الإعلام أي دولة، حتى العيد الوطني لأي دولة عربية لا يكون هذا الإعلام أن مثلا يوم عيد الجزائر أو عيد مصر، لابد أن يكون محقق في إعلام كل دول عربية، لا توجد هذا إعلام منزوي على نفسه وطني داخل دولته ولا يفكر في الوطن العربي. إذا ما زلنا الكثير من العملية ولكن بواقعية وشفافية ممكن نوصل إن شاء الله، وشكرا جزيلا. أعطي الكلمة للصديق العزيز معالي السفير كمال حسن علي من السودان. شكرا جزيلا دكتور مصطفى، وحيي دولة مجلس الوزراء الدكتور عصام شاور، حيي الأخ
دكتور حسين الداوي وكل اصحاب السعاده والسيدات والساده الحضور. وحقيقه انا سعيد غايه السعاده بوجودي في هذا المنتدى والصالون، وتعايشت يعني بدايات تاسيس هذا الصالون، اتيحت لي الفرصه ان اكون يعني سفيرا في الفترة التي كان فيها الأخ قيس الزاوي المرحوم يعني سفيرا للعراق، وكنت سفيرا للسودان، وبدأت بدايات هذا الصالون في ذلك الوقت يعني. ثم يعني شرفتني الظروف بأن أكون زميلا له في الجامعة العربية، أمينا عاما ومساعدا في نفس الوقت يعني. وحقيقة يعني استفدت كثير جدا من زمانتي له في هذين هاتين الفترتين يعني. وافتكر انه هو من المفكرين العرب الكبار المنفتحين على الثقافة العربية القضية، وله كثير جدا من الاسهامات يعني. ايضا الراحلين يعني جعلوا مسؤول او صلاح فضل او يحيى الجمل، كلهم يعني هم نجوم في سماع الادب العربي والفكر العربي، ويعني لم يعايشهم معايشه شخصيه، عايش افكارهم من خلال كتاباتهم، من خلال يعني الارث العظيم اللي تركوه يعني. انا حقيقه دائما التزم بحديث او توجيهات المنصه، انه نعمل مقترحات لتطوير الصالون الثقافي العربي. انا افتكر انه يعني الان يعني هذا الصالون يقوم بدور كبير جدا، ولكن يمكن ان نطور من الدور الذي يقوم به باستخدام الوسائل الحديثه اللي حتى لنا التكنولوجيا. نحن يمكن الان انه نفتح هذا الحديث على كل فضاءات العالم العربي وفضاءات العالم ليشارك معنا اخرون من خلال منصات التواصل الاجتماعي المتاحة، وبالتالي يكون المشاركون في الجلسة الواحدة يعني يتجاوزوا المئات، ليس العدد المحدود فيه بالرغم من أعمال كبيرة، لكن يمكن أن نفتح على الآخرين على أي منصة من منصات التواصل الاجتماعي، ويمكن أنه يعني من خلال هذه المنصات نستضيف ناس قد ما تكثر الظروف أنه يتواجدوا معنا يعني بأجسادهم، ولكن يمكن ان يكونوا معنا محاضرين او محاورين في هذا الصالون من خلال هذه الوسائل المتاحه. افتكر انه يعني احنا فتره كورونا يعني اتاحت لنا فرصه انه احنا نستخدم هذه الوسائل بصوره كبيره جدا، رغم ان القطاع الاقتصادي في الدول العربيه بنعمل كثير جدا من اللقاءات والاجتماعات كده، لكن يعني في فتره كورونا زادت المعدلات بتاعت المحاضرات واللقاءات اللي كنا بنعقدها، لانه كانت المساله سهله جدا بانه عن طريق التواصل الاجتماعي، واي شخص حيث ما كان موقعه يمكن احنا نستضيفه او نلتقي به او ننفتح عليه يعني. وبالتالي افتكر انه الصالون ده يعني بالطريقه دي ممكن يجمعنا بكثير جدا من المفكرين ومن الادباء ومن الشعراء ومن المثقفين العرب الموجودين في امريكا او في اوروبا او في دولنا العربيه يعني حيث ما كانوا، وبالتالي يمكن احنا نتواصل معهم نستضيفهم ليكونوا حاضرين او نستضيفهم ليكونوا محاورين او الى اخره يعني. بالتالي الصالون فعلا بيؤدي الدور ويحقق اسمه في انه صالون ثقافي عربي غير محدود بمكان يعني، مكانه كل الوطن العربي وكل فضاءات العالم يعني. ويفتكر انه بالطريقه دي ممكن الصالون يعني، خاصه انه احنا زي ما ذكرنا انه التحدي للامه العربيه انها تحافظ على هويتها، ودي ما بتتم عن طريق عمل سياسي ولا اقتصادي، انما بتتم من خلال عمل ثقافي يعني يجذب انتماء لامتنا العربيه ويحقق دورنا ووجودنا في عالم يعني تصطلح فيهم الحضارات والثقافات. أشكركم جزيلاً، شكراً. كيف الآن لك عديد المستشار المحامي المعروف
أثر شيحة وهو ممثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان رئيسها. تفضل. شكرا دكتور مصطفى. كتاب الرئيس الوزراء الدكتور عصام مشرف الحضور الكريم. أنا أتصور إنه هذا التكريم للرواد الأوائل هو تكريم الصحافة العربية. كل الأسماء اللي حضرتك ذكرتها له وجه نسبي في الثقافة العربية والثقافة العامة. وأنا سعيد جدا إنه في استعادة هذا الصالون إنه يبدأ بتكريم الرواد الأوائل. كل منهم قيمة وقامة كبيرة. أنا شخصيا يعني التقيت بالرواد الخمسة اللي حضرتك ذكرت أسمائهم ترتيبا، لكن أنا كنت يعني الحديث مع إجابة عصفور يعني كانت كأنك تتحدث يعني مع ثقافة عالمية متعددة متفردة. وأنا واحد من الناس اللي كان بيخاف جدا من الدكتور صلاح فاضل، وحضرتك لما كنت تدعينا في مكتبة الإسكندرية كنت أحترس جدا من الحديث مع الدكتور صلاح، ولا حتى هذه اللحظة لا أعرف سبب الخوف منه، ربما لأنه كان في كثير من الأحيان كان يصحح لي بعض الأخطاء في النطق أو في اللغة العربية، كنت أخشى الحديث في بعض الأحيان. الرواد الأوائل دول أنا أتصور إن إحنا في حاجة في الوقت الراهن لكي يستعين هذا الصالون دوره، إحنا محتاجين لقامات كبيرة تتحدث عن الثقافة العربية، تتحدث عن الثقافة العالمية، عن المشترك، لأنه أنا أتصور إن في حركة تجريف تمت في السنوات الأخيرة، يعني تأثرت كثيرا بكلمة الدكتورة هالة، لكن أنا كمان يعني أعرف عيني راحت وهي بتتكلم على الساحة، يعني مين اللي ممكن أطرحهم على حضرتك يكونوا شركاء في الصالون في المرحلة القادمة. في صعوبة في وجود قامات تماثل رواد حركة التنوير، لأنه أنا أتصور إنه دكتور يحيى الجمل ودكتور جابر عصفور ودكتور صلاح فاضل، أنت بتتكلم على رواد حركة التنوير مش فقط للثقافة، يعني أثروا بشكل كبير. وأنا أتصور دكتور حسين إن المهمة مش هتبقى سهلة، لكن علينا ان احنا نندم، واحنا كمان محتاجين نصحح بعض المفاهيم، لانه انا بستمع في بعض الاحيان البعض يتكلم عن ثقافه حقوق الانسان والاجندات وكان احنا بعيدين بعد عن حركه حقوق الانسان. حضرتك من لبنان وانا من مصر، احنا شاركنا في وضع الميثاق العالمي لحقوق الانسان، شركاء مش حركه جديده علينا، واحنا شركاء في الميثاق العالمي لحقوق الانسان وفي العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه والعهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه. فالمجتمع المدني اصبح ركيزه رئيسيه، لا توجد دوله في العالم في الوقت الراهن تعمل بانفراد عن المجتمع المدني. فعندما نتحدث عن المجتمع المدني نتحدث عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والدوله شركاء سلاسل. أنا أتمنى الاستمرارية لهذا الصالون، يعني ما يبقاش يعني لا تكون مجرد يعني انطلاقة، لأنه الاستمرارية مهمة جدا. علينا كلنا إن احنا نبحث عن رموز كبيرة تكون راغبة في المشترك مش في التنافس والنقد فقط، وأنا أتصور إنه هنبذل مجهود كبير في البحث لايجاد قامات كبيره تعادل القامات يعني السابقه. نترحم عليهم وسعيد بتكريمهم، وامل ان يستمر هذا الصالون في تقديم دوره التنويري ودوره التسويقي. شكرا لك. استحيل تقديم يا صديقي ان الصالون ليس مولودا اليوم او استمر 10 سنوات. ان شاء الله الاستمراريه هي حاسمات رئيسيه، بدليل انه سعاده السفير حسين النداوي يعني اول ما فكر اول ما جه اين الصالون؟
الأول لأنه فكرة عراقية، ثانيا لأنه يؤمن كمثقف عربي كبير بأهمية هذا العمل في الدوام والاستمرارية إن شاء الله مكفولان بهذه الروح. الكلمة الآن تفضل. المغاربة في شرق سفير المغرب كشف هذا الجناحي. ها؟ سفير المغرب ما جاش ليه؟ لا راجل المغرب دايما مساهم فعال معنا في هذا اللقاء. الكلمة الآن للدكتور عصام البرار من العراق. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الناصرة المحترمون، تحية طيبة، أسعد الله أوقاتكم بالخير والبركة. دولة الرئيس الأسبق، تحية طيبة. السادة السفراء المحترمون، السادة السيدات الحضور الكرام، أسعدكم مساء. يشرفني جدا أن أشارك وأن أحضر هذا الصالون منذ التأسيس الأول بنخبة كبيرة من المثقفين العرب، وكان يكونون المرحوم الدكتور السفير قيس عزام. أنا الدكتور عصام برام، شاعر وكاتب عراقي، مقيم في مصر أكثر من 18 سنة. للحديث عن الثقافة العربية يشكل نطاقا كبيرا في حياة الإنسان، وإن كان الصالون الثقافي العربي يمثل هذا التكوين الثقافي الكريم، فلا بد أن نؤكد على دور الثقافة في صناعة الإنسان، كونها هي تمثل الوجدان الإنساني وتمثل الوجدان الجمعي للفرد. نحن كمثقفين، كمبدعين، كدبلوماسيين، كإعلاميين، كأي ما يشكل هذه المفردات الاجتماعية، تقع علينا مسؤولية المثقف والثقافة والتطبيق. الثقافة هي التي تغني الإنسان، وكيف أن يشكل محوراً أساسياً في بناء التنمية المستدامة. والثقافة تستطيع أن تخلق من الإنسان في كيفية مواجهة الأزمات والحروب. الثقافة تجعل من الفرد أن يعرف كيف يواجه مع الظروف والأوضاع الإقليمية حرباً أو سلم. الثقافة تجعل من الإنسان أن يحمل الهوية الصحيحة، وكيف أن يتعاون بين السلطة والمجتمع. لقد ذكرت في إحدى المقالات بأن ثقافتنا العربية ربما ستدخل إلى الانحدار، ربما. ولأني كوني متفائل جدا ويوسع علي واعتبر أنا جزء من هذا المجتمع العربي الكبير، وتقع عليه قبل ان تقع على الكل، قلت ان وزارة الثقافة هي كبقية الوزارات السيادية، الدفاع، الداخلية، الخارجية، وغيرها من الوزارات السيادية. الثقافة هي التي تعطى عليها مسؤولية كبيرة في عملية بناء الإنسان في مجتمعنا العربي. وزارة الثقافة هي التي تقع عليها مسؤولية كيف تتفاعل وتتعاون مع المؤسسات الدولة جميعا والوزارات كلها. أن تتفاعل مع الجامعة، مع المدرسة، والتربية، والأسرة، ومنظمات المجتمع المدني. بناء كينونة الإنسان هي التعليم. والتعليم بالنسبة للمثقف، إن كان كاتبا، إعلاميا، صحفيا، أبا، تربويا، يجب أن يكون مخاط
واضحة لبناء الإنسان في داخل مجتمعنا العربي. عندما أقول نظرة عامة على الأحوال العالمية والأوضاع الإقليمية، كيف نبني الإنسان العربي وأن يشعر بمسؤولية تواجده في هذا الواقع، أن يتعايش مع الأوضاع العامة للعالم من هروب أو غنى أو ارتفاع في الأسعار مثلا أو البقالة مثلا أو الطائفية مثلا أو الحروب الداعشية مثلا أو الحروب الطائفية مثلا، كلها تصب في بوتقة بناء الإنسان عقليا وما معناه أنه مبني ثقافيا. وكما قيل فإن الثقافة هي في اللغة العربية تجديد، فعلينا أن نجدد أفكار شبابنا ومجتمعنا. عندما أفتح أجهزة منصة التواصل الاجتماعي ويتفاعل معي الفرد بمفردات عامية، إن كانت مفردات عامية عراقية أو مصرية أو مغربية، من هذه الفقرة البسيطة على الأقل الثقافة هي في البداية. كيف نبني الطالب في المدرسة؟ كيف نشجعه على القراءة؟ كيف نعزز من مسؤوليته واهتمامه للدولة؟ كيف نبني بهويته الوطنية في دولته؟ هذه مسؤولية الثقافة، هذه مسؤولية التعليم، هذه مسؤولية الفرد داخل الفرد، هذه مسؤولية المثقف ذاته إن كان في الصحافة أو غيره. كيف نواجه الأوضاع الحالية الآن؟ كيف نفهم الفرد في مجتمعنا أن هذا الغلاء أو هذه الحروب هي نتائج لحروب عالمية؟ عليك أن تعرف كيف تواجه هذه الأزمات، عليك أن تعرف كيف تواجه هذه التحديات. كل ذلك هو يصب في تكوين تربية الشخص في بنائه للثقافة العربية. على وزارة الثقافة أن تؤكد هذا الجانب العلمي المهم، أن تعقد الاجتماعات وبتكرار كما تجتمع دائما القمم بالرؤساء، أن يجتمعون وزراء الثقافة، أن تضع هنالك أهمية كبيرة لدور الثقافة، أن يكون هنالك تواصل مستمر بين دور الصحافة ونقابات الصحافة، أن تعقد اجتماعات في كل أوطاننا العربية. علينا أن نبني اللبنة الأولى على الأقل حتى نلتقي إلى قمة الفرد وتنميته تنمية واعية. كل ما يحدث اليوم في عالمنا اقتصاديا، سياسيا، عسكريا، اجتماعيا، تخلفا وغير ذلك ياتي من خلال انه نبني الانسان بناء بالثقافه، بالتعليم، بالاداره، بالمجله، بالصحافه، بالبيت، بلقاءات اجتماعيه مع الاسر، حتى يكون مبتقا في تعليم الاسره الصغيره ان كان في الحضر او ان كان في الرياض. اسف للاطاله، شكرا لاصغائكم الكريم وتحيه طيبه للجميع. هل من طالب للجنة؟ سفير أرمينيا؟ فين؟ معنا سفير أرمينيا؟ أين؟ أهلا أهلا، يحكي عربي؟ طبعا طبعا. شوف الأرمن أقرب الناس إلينا. أول مرة أنا أقول في دعواتكم وأحكم كل المشاركين في هذه النشرة، وأريد بس أقول بالإشارة اللي أنا موجود الآن، إن شاء الله في المستقبل نعمل ندوات ممكن كمان مؤتمرات مشتركة مع المفكرين الأربعة إذا ده في المستقبل يكون ممكن يعني. شكرا جزيلا للدعوة. أنت في بالك كان أول رئيس إدارة في تاريخه عبد البر، يعني عصام شرف بتاع عهد زمان كان عبد البر باشا أرمني. فالأرمن جزء لا يتجزأ من تاريخه الاجتماعي والثقافي. الأول رئيس الوزراء كمان هو كرام عن والغشة وغيرها. في بناء المستوى الحديث. أيوه طبعا. كرام موجود. الآن الأستاذة الدكتورة بنت ثروت بنكي. أيوه.
توصيل الوعي للآخر، مساندة الشباب والوقوف بجانبهم،
لأعطائهم الفرصة إنهم يجون الجلسة ونحن لكم أمرأة. وهي بعض التصورات اللي تأتيني بحضرتي حاليا المرأة أتوقع أنك بتكلم وكيف نشر أتفق مع الدكتورة غالية والأستاذة إن كيف ننشر ثقافات الدباب المثقفين وفي المعلومين اللي ذكرتوه الخمسة أو الستة أو الثلاثة كيف ننشر بطريقة مبسطة إن الشباب هم يتكلمون عنها ويبنون عليها. هاي تحدي أمامنا كلنا ولكن أشوف هناك أمل هناك فرص كثيرة وإن شاء الله هذا الصالون الثقافي العربي اليوم احنا عددنا لا نتعدى ممكن قرب 50 ان شاء الله اكثر من 50 تقريبا وعن طريق المنصات الالكترونيه اللي ممكن تتفاعل اكثر. الملاحظه الاخيره اللي عندي حضرتك ذكرت وين سفير المغرب وين سفير الثاني كيف نتواصل معهم مسبقا انهم يكونوا متحدثين وهم اللي يقترحون هم اللي يقترحون من الشباب سيكون معهم سواء كانوا شعراء، سواء كانوا أدباء، سواء كانوا مفكرين، سواء كانوا كاتبين قصص ورواية، إن من الشباب نتعلم. هاي رسالتي اليوم، طبعاً أنا من منظومة الصحة ضروري أتكلم عن الثقافة والصحة النفسية، أستاذ ذكر عن الثقافة وأهمية الثقافة، الثقافة في وجداننا وفي سلوكياتنا اليومية، فإذا كيف نغير هاي السلوكيات من خلال الفكر، من خلال عقلي شرفي وتواجدي اليوم. وأنا سعيدة لعملي يوماً ما وأنا في بداية حياتي العملية مع معالي سعادة السفير دكتور خليل محمد الوادي اليوم أنا شرف أن أكون بين الجميع وفي دكتور قسيم يعني عملت مع كثير من الناس في هذا القاعة مش مثقفة ولكن أحاول الثقافة تعني الوعي درجة الوعي في تحليل التاريخ فكل المثقفة لا ترتبط لها بشهادة محددة ولا درجة معينة ولا تخصص خاص. الآن أنا عايز أطمن حضرتك إحنا اتصلنا أو بنتنا ماجد حامد الأستاذة ماجد حامد في كتابة صحفية اتصلت بكل السفراء العرب فيه وهم حياتون بس لسه الموضوع مش معروف خالص لكن كان ساعات بيصرفوا كل السفراء العرب معانا بلا استثناء فهم هاتونا إن شاء الله وبيتحمسوا وبالعكس إحنا ممكن نخلي جلسات معينة لدول معينة يتحدثوا عن الواقع الثقافي لديهم لان المشكله الحقيقيه ان كل الناس مثلا تعرف الكثير عن مصر والمصريون لا يعرفون شيئا عن العالم العربي. احنا نريد الانفتاح الكامل والنديه الكامله بين الدول العربيه. الان الكلمه مع الدكتوره هاجر ابو الكبل. هاجر ابو الكبل ممثل المجلس العالمي للتسامح والسلام. ده اللي كان في البرلمان العربي زمان. ايوه بتاع ركز فين هو بيسال عن تحديد التكامل. انا جاي ممثله عن معالي السيد احمد محمد الشهوان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام كان هو يحب جدا ان هو يكون متواجد النهارده بس الانشغال جاي وقت قصير قوي وانشغاله مسبقا في ندوات ومواعيد اخرى فبيدي حضرتك السلام شخصيا وانت وجامعة الحاضرين لله ودي فرصه ان انا اعرف حضراتكم بالمجلس العالمي للابتسام والسلام الذي راسه السيد احمد محمد الجواد اللي هو كان طبعا زي ما حضرتك عارف كان رئيس البرلمان العربي لدولتين متتاليتين والمجلس العالمي للابتسام والسلام بقى له تقريبا قرابه اكثر من 5 سنين على ارض الواقع بيضم 100 برلماني من اسئله من انحاء العالم كله سواء من امريكا اللاتينيه لحد نيوزيلندا وهو ده جزء منه الجزء الثاني منه الجمعيه العموميه اللي هي بتعني بالحياه المدنيه والاكاديميين والنشاط اللي على الارض اللي هو الجمعيات الاهليه وانا اشرف ان انا رئاسه الجمعيه العموميه وده طبعا شرف كبير قوي ان تكون مصر انا ممثله ليها في الجمعيه العموميه انا كنت رئيسها ليها وطبعا احب جدا اشكر الجمع النهارده واسعد جدا ان انا اكون حاضره في وسط الصالون الثقافي العربي لدوره الهام جدا في نشر الثقافه بالذات على المستوى العربي لان طبعا الثقافه زي ما حضرتك تفضلت ان ده وعي والوعي طبعا هو اللي بيسبق التسامح او بيبقى ركيزه للتسامح والتعايش
لان ما كانش في وعي وفكر عالي عن طريق الصحافه، ما بيكونش ابدا في تسامح. فاشكر حضرتك جدا الدعوه الكريمه، وانا سعيده جدا اكون حاضره في وسط الجامع الهائل للبلاد العربيه كتيره، ما لسناش فعلا غير سياده السفير بوريت. وبشكل جدا وشكرا في الدعوه انا بس دلوقتي عم حد الكاميرا دكتور حسين عشان اختم الجلسه، لكن قبل ما اقول كده عايزين بس نتفق على البرامج الزمنيه من حيث التوقيت. يعني احنا مقبلين على شهر رمضان، خلال شهر دلوقتي تقريبا عايزين نعمل لقاء قبل رمضان ولقاء في شهر رمضان. خلينا انا ما بحبش انا طموحاتي الزايده اللي يقول لك هنتخذ كل اسبوع وما نتخذش، لا خلينا واقعيين حتى يستمر الصالون. فخليه شهر ما نحطش حتى اللي هنشوفها. فهنبتدي بالشهر القادم نختار تاريخ تتفق معانا في بنتنا ونشوف الاجنده بتاعت المؤتمر الخيارات الموجوده والتاريخ كلهم، وهيكون مكاننا هنا دايما ان شاء الله في مركز الاعلى للثقافه. وده برضه نوع من البرستيج بتاعنا، ده المكان اللي بيهتم فيه المركز الاعلى للثقافه. انا اشعر ان انا عضو فيه، لكن هو ده اعلى مستوى ثقافي في الدوله المصريه. فاحنا بنجتمع هنا ان شاء الله في المكان ده، ويعني متفاهمين مع تحكيم وزاره الثقافه على هذا. وكان اللي عمل الحكايه ده على فكره جابر عصفور، يعني من مآسره انه بحكم ان هو يعني من الاباء الكبار للثقافه المصريه ووزاره الثقافه المصريه بكل فروعها استجيب في هذا الطلب في الوقت. فحاسب ان اجتماعنا هيكون هنا، وحابب انه يعني نراعي التعدديه شويه في السفراء اللي يجوا والاخوه اللي يشرفونا كلهم، لانه هذا صالون العرب وصالون كل العرب. يعني تحيه لكم جميعا، واعطي الكلمه لاخي سعاده السفير حسين الداوي اللي يختم اللقاء. الحقيقه انا مسرور جدا الجلسه الثمينه في الواقع. اعتقد انه الصالون بفضل وجودكم بفضل المساهمات التي جرت مطلق عمليا الان من الصعب جدا ان نتوقف في هذا الصدد. اود ان اشيد بمقترحين حقيقه، المقترح اللي قدمه الاستاذ كمال حسن علي في موضوع نقل الجلسات عن طريق التواصل الاجتماعي بمجال المشاركه اوسع من قبل اي ثقافه اي مكان كان. وطبعا هذا موضوع تقني بسيط في تصوري ممكن. كذلك مقترح الاستاذ حول مساله مجله الكترونيه او نافذه الكترونيه لنشر اخبار او مشاركات او حتى فعاليات لمثقفين عرب من خلال هذه النافذه. اشكركم جدا في الواقع، وانا مسرور تماما في ان اكون بين هذه الطعامات الروحيه وهذه الطعامات الحقيقه التربويه في كل المجالات. شكرا جزيلا.